عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الثاني ابتدائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلام. طلاب اليوم راح نبدي إن شاء الله بالفصل السابع القياس. بالفصل السابع القياس سوف نتعلم في هذا الفصل شو في هذا الفصل من مواضيع أشهر السنة الميلادية والفصول الأربعة، قراءة الوقت بربع ساعة، قياس الطول بالسنتيمتر، وقياس الكتلة بالغرام. نأخذ الاختبار القبلي. أولاً أكمل جدول أيام الأسبوع. ولا كنا نعرف أيام الأسبوع، شنو هي أيام الأسبوع؟ سبت وقادم لي الأحد، الاثنين، الثلاثاء. هو كان وضعي الثلاثاء ايش يجي؟ الأربعاء. نعم الأربعاء، الخميس. خميس بعد الخميس ايش يجي؟ يوم عطلة. كنا نحب يوم الخميس، علمونا شنو ورا؟ يوم الجمعة عطلة. الجمعة. إذا أيام الأسبوع سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، الأربعاء، الخميس، الجمعة. كم الساعة؟ طلاب أنتم ماخذين الساعة بصف الأول، فهذه مراجعة أنها الساعة. زين، إحنا نعرف إنه الساعة بها عقربين، عقرب الصغير اللي هو عقرب الساعات، وعقرب الكبير هو عقرب الدقائق. زين، هسا عقرب الصغير باللون لون غياب اللون الأزرق، وعقرب الكبير باللون الأسود. هسا عقرب الصغير وين واقف؟ على يا عدد؟ على العدد سبعة. ما دام العدد الكبير طلاب مثل ما تلاحظون واقف على العدد 12، معناته الساعة سبعة. نقول ضبط الساعة سبعة ضبط، اللي هي شلون نمثلها؟ ساعة سبعة، هاي سبعة، نقطتين، زين، صفر صفر. زين، هسا عندي عدد الصغير وين واقف؟ عليه عدد الساعة خمسة. النقطة اللي هيجي مثل تذكرون شلون مثل الساعة؟ زين، وعدد علي 12 العدد العقرب الكبير، عقرب الدقائق، إذا صفر صفر. زين؟ ساعة العقرب الصغير وين واقف؟ عليه عدد، على العدد اثنين ساعة. وش قد العقرب الكبير على 12؟ من ساعة. ساعة اثنين ضبط نقول. زين؟ ارسم عقرب الساعة والدقائق. هسه هو منطيني الساعة طلاب. هو منطيني الساعة، فأنا راح أرسم العقرب على الساعة. زين، ساعة واحدة والنصف، هذا الكسر طلاب، هذا كسر، واحد على اثنين سميه نصف، يعني 30 دقيقة، أو قول واحد على اثنين أو قول 30 دقيقة، عفوا 30 دقيقة، تمام؟ ساعة واحدة، يعني العقرب الصغير على الواحد، والعقرب الكبير 30 دقيقة وين تكون؟ على الستة، على عدد ستة. هاي بعدين نشرحها بالتفصيل من ناخذ الموضوع. عندي العدد عندي ثلاثة، الساعة ثلاثة ونص، ساعة ثلاثة، هاي ساعة ثلاثة طلاب، ونص على الستة. ساعة تسعة عقرب صغير أرسم، ساعة تسعة والعقرب الكبير على ستة، ساعة تسعة ونص. أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة. عندي مرسوم طلاب الملعقة، الشوكة، السكين. زين، طول المعلقة تقريبا خمسة، تقريبا خمسة، لأن مربعات راسهم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس، تقريبا خمسة صح ولا صح؟ لأن هو قال لي ضع علامة صح. طول الشوكة تقريبا بطول المعلقة، واحد اثنان ثلاثة أربعة صح، نفس الطول تقريبا اثنيناتهم. الشوكة أطول من السكين، هاي الشوكة هي أطول من السكين، باع السكين واحد اثنين ثلاثة أربعة، والشوكة هي خمسة، فصح هي الشوكة هي أطول من السكين.